إذا نستهل هذا الموعد الاقتصادي بشأن الطاقوي. كشف وزير الطاقة والمنجم محمد عرقاب خلال إشرافه على تدشين مركز مراقبة عملية نقل أنابيب البترول والغاز على امتداد 21,000 كيلومتر، كشف أن هذه التكنولوجيا الرقمية تسهل عملية مراقبة هذه الخطوط بكل سهولة على مستوى الوطن وتساهم في زيادة كبيات الإنتاج. التغطية لمالك لكاك. انطلاقة هذا المشروع الهام بالنسبة لنا وهو مركز الإشراف على نقل الغاز والبترول عبر الأنابيب بفرع من فروع سوناتراك اللي هو تيرسي. مشروع مهم جدا، هذا مشروع يدخل في إطار سياسة الحكومة للانتقال الرقمي. سلاسل النقل للبترول والغاز عبر أنابيب سوناتراك اللي تبلغ كما شاهدتم معنا أكثر من 21,000 كيلومتر، يعني 21,000 كيلومتر، 8 مراكز في عبر كل هذه السلسلة لنقل الغاز والبترول من الإنتاج ومراكز تخزين إلى المراكز كذلك الاستغلال. فكل عملية هذه ضخمة وطلبت مجهودات كبيرة من طرف سوناتراك. هذا وأضاف عرقاب أن سلاسل النقل والأنابيب الركيزة الأساسية في عملية التسويق، مضيفا في ذات السياق أن هناك إنجازات أخرى في مجال الرقمنة لتطوير المؤسسة. ومن بين هذه السلسلة هي سلسلة النقل عبر الأنابيب، وهي سلسلة مهمة جدا في إنجاز المشاريع وكذلك في نقل هذا الأعداد الفوليوم، يعني الكميات الهائلة من الغاز والبترول إلى المراكز الاستغلال. تكون كذلك إنجازات أخرى في إطار الرقمنة، وراح نواصلوا معها لكي نوصلوا بسوناتراك كما هي الآن. سوناتراك رابع شركة عالمية من ناحية إنتاج الغاز، وثاني عشر في المرتبة بالنسبة لإنتاج البترول، وهي أول إفريقيا كشركة للمحروقات في إفريقيا. من جهة أخرى، كشف الرئيس المدير العام لمجمع سوناتراك توفيق حكار، كشف أن هذا المركز سيضع كل شبكات نقل البترول وكذا الغاز تحت تصرف سوناتراك بكل سهولة، ويقلص الكثير من الجهد وكذا الوقت. أشكر السيد وزير الطاقة والمناجم على إشرافه على بدء واستغلال هذا المركز، مركز الإشراف والتحكم لكل عملية نقل المحروقات من بترول، مكثفات غاز بترول المميع والغاز الطبيعي على شبكة لتتعدى طولها 21,000 كيلومتر. يعني هذا رقم ضخم، يتطلب يعني كان يتطلب يعني عمل كبير للمتابعة والإشراف. اليوم كل خلال هذه العملية تاع الرقمة واستعمال تكنولوجيات الحديثة، يعني كل المعلومات هي تكون شاملة يعني وآنية يعني.